بسم الله الرحمن الرحيم. يمر الآن أكثر من 4 سنوات على انطلاق الثورة البحرينية المباركة في 14 فبراير، ففي غضون هذه الفترة استشهد العشرات وأصيب المئات واختنق الكثير بالغازات وهدمت عشرات المساجد والحسينيات وأحرقت المصاحف وعزل أعداد كبيرة من العمل وسحبت الجنسية البحرينية من المواطنين وأودع المئات في السجون. لكن الشعب البحريني صامت ولا زال يطالب حقوقه. لعل التعبير عن هذه الأحداث المؤلمة سهل في الكلام، إلا أن من تفجع لفقد الأحباب وضاق مرارة الهجر والابتعاد وعاش ألوان الاضطهاد يشعر معنا صرخة الطفل خشية مداهمات الجلابزة ونواحي الأم الثكلى على جثمان ابنها وصياح السجين من شدة التعذيب. نعم، مضى 4 سنوات على انطلاق الثورة البحرينية في 14 فبراير في مصائب لا يطاق وفي أحداث حتى لا يتسنى الحديث عنها، لكن الشعب البحريني لم ينصرف عن أهدافه ولا زال مصرا على مبادئه. ولماذا؟ إذا أردنا أن نجيب عن هذا السؤال يجب أن نعرف ميزات هذه الثورة المباركة عن بقية الثورات في الربيع العربي. ولمعرفة ميزات هذه الثورة علينا أن نقارن بين هذه الثورة والثورات الأخرى، الثورة التونسية والثورة المصرية والثورة الليبية والثورة اليمنية. ما الذي يميز الثورة البحرينية عن هذا الثورات؟ هنا نتطرق إلى 5 نقاط في هذا المزمار. الفرق الأول سلمية الثورة البحرينية. قد شابت الثورة التونسية والمصرية أعمال العنف والشغب، وفي ليبيا واليمن فتحولت الثورة إلى حرب دموية، لكن الثوار البحرينيين كانوا ولا يزالوا يطالبون حقوقهم تحت شعار السلمية. الفرق الثاني قمع الثورة بتدخل عسكري من قبل جيش أجنبي كما تفضل سماحة الأستاذ كعبي. لم نرى في الثورات الأخرى أن يدخل جيش أجنبي بلد الثورة ويقوم بقمع شعبه. حتى ما حدث في الثورة الليبية كان تحركا عسكريا من قبل القوات الجوية لحلف ناتو لصالح الثوار ولا عليهم وللإطاحة بالديكتاتور. لكن في البحرين قام بلد أجنبي بإرسال قواته لقمع الثوار، كما أن الولايات المتحدة قامت بدعم آل خليفة عبر إرسال المستشارين الأمريكان لزمان حماية أسطوله الخامس. ورغم كل هذا التعسف والاضطهاد لم تخرج الثورة البحرينية من طورها السلمي ولم تتشبث بالسلاح لتحقيق مطالبها. الفرق الثالث عدم دعم الأوساط الغربية العربية لهذه الثورة. إن الثورة التونسية والمصرية والليبية حظيت بدعم دولي، وقد تفاعل البلدان العربية وأغلب البلدان الغربية مع تلك الثورات، إلا أن الثورة البحرينية حرمت من هذا الدعم بالكامل. ولماذا ما دعمت هذه الثورة البلدان الغربية المتشدقة بالدفاع عن حقوق الإنسان؟ ولأي سبب لم يدعم الشعب البحريني العلماء الذين اتجهوا نحو ميدان التحرير أيام الثورة المصرية وأقاموا صلاة الجمعة فيه، والذين كانوا يفتون لصالح الكفار للقضاء على القذافي؟ يختصر السبب في أمر واحد، وهو لأن الشعب البحريني ينتمي إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام وإلى مدرسة علي بن أبي طالب. الفرق الرابع التعتيم الإعلامي على الثورة البحرينية. ما نسينا أن كاميرات الإعلام العالمي كيف ركزت على ميدان التحرير بالقاهرة
طيلة أيام الثورة المصرية، وكذلك الحال بالنسبة إلى الثورات الأخرى التي تمتعت بدعم الإعلام الغربي العربي. لكن هذا الإعلام نفسه تفادى ثورة الشعب البحريني وحال دون أن يصل صوت هذا الشعب المظلوم إلى العالم. الفرق الخامس، وهو الفرق الأهم الذي يميز هذه الثورة عن غيرها، القيادة الدينية. انطلقت الثورة التونسية جراء استياء الشباب من الوضع الاقتصادي المتدهور، ثم عمت الثورة البلد عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكما لا يخفى على أحد أن الثورة المصرية أيضا كانت تفتقد القيادة، وأدى هذا الأمر إلى فشل الثورة ووضعها المتردد الحالي. لكن الثورة البحرينية اختلفت عن تلك الثورات في أن علماء الشيعة الثائرين أمسكوا دفة الأمور من البداية، وحذروا في دوار اللؤلؤ مع أبناء الشعب، ولم ينصرفوا عن استمرار الثورة حتى بعد قمع الثوار، بل باتوا جنبا إلى جنب الشعب في المحن والشدائد. لذلك تعرض العلماء إلى هجمات مستمرة من قبل نظام آل خليفة، وكابدوا المحنة والتعذيب. وهذا الاجتماع المطالب بالإفراج عن علماء المسجونين هو خير دليل على أن العلماء لم يعتزلوا عن الناس ولا زالوا إلى جنبهم. اليوم الشيخ حسن مشيمع والشيخ عبد الجليل المغداد والشيخ محمد علي المحفوظ والشيخ علي سلمان وغيرهم قابعون في السجون، كما كان الإمام موسى الكاظم عليه السلام نزيل السجن. ولو كان الإمام يتخلى عن مبادئه جراء زجه في غياهب سجون بن العباس، لكان أتباعه يتخلون عن مبادئهم وأهدافهم إثر سجون بني خليفة. وهيهات منه هذه الذلة، وهيهات من علمائنا المسجونين المقاومين. منذ اطلاق الثورة في البحرين كان المجمع العالمي لأهل البيت في قليعة المناصرين للشعب المظلوم، وطوال هذه السنوات الأربعة لم يتخلى المجمع عن مطالبة حقوق الشعب. إذن في الختام أود أن أذكر بعض ما قدمه المجمع من أجل دعم الشعب البحريني وعلمائهم، وهو نشاطات إعلامية واسعة متمثلة في وكالة أهل البيت للأنباء وقناة الثقلين الفضائية منذ اليوم الأول، ونشاطات وكالة أبناء كان له الدور البارز في دعم الشعب البحريني المظلوم، مما اتخذ نظام آل خليفة موقفا عدائيا تجاه موقع أبناء وحجبه في البلاد. عقد مؤتمرات ومنتديات في أكثر من مكان في العالم وفي مدن إيران المختلفة، انعقاد مجالس لشهداء البحرين في الروضة الرذوية المقدسة ومقام السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام احتفاء بذكرى الثورة البحرينية كل سنة، إقامة 3 أسابيع للتضامن مع الشعب البحريني المظلوم في فبراير سنة 2013 و2014 و2015 من برامجها إفاد علماء البحرين إلى المدن الإيرانية لإلغاء الخطب في صلاة الجمعة والاجتماعات الأخرى. عقد عدة مؤتمرات في معرض الكتاب الدولي في طهران في قاعات مختلفة، إجراء مشاورات مع شخصيات دولية ومحاميين في أوروبا للدفاع عن حقوق الإنسان لصالح الشعب البحريني، تنظيم مظاهرات في إيران ومدن مختلفة في العالم، تقديم المساعدات لإقامة الاحتجاجات أمام السفارات السعودية والبحرينية في الدول المختلفة، إقامة الملتقى الإقليمي العلمائي للتضامن مع الشعب البحريني في جامعة طهران وغيرها. في حضرتكم أيها الأعزاء، أنتم العصارة العلمية والمعرفية للشعب البحريني، وفي رحاب شهداء الثورة ودمائهم الزكية نعاهد مرة أخرى أن نقف إلى جنب الشعب البحريني حتى انتهاء الاضطهاد وانتصار الدم على السيف. أسأل الله القدير أن يثبت أقدامنا على طريق الإسلام، وأسأله أن يمن على الشعب البحريني واليمني والفلسطيني واللبناني وكل المظلومين في العالم بالنصر المبين. وأسأل الباري تعالى أن ينهي معاناة علمائنا
ويفرج عنهم ويحفظ مرائجنا ويحفظ مراجعنا وقائدنا العظيم السيد الخامنئي. وأدعو الله تعالى أن يعجل ظهور صاحب العصر والزمان ليملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملأت ظلما وجورا. أشكركم وأشكر المشاركين والقائمين على هذا الاجتماع المبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر من عربيتي